السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المنقب عن المياه الجوفية، تحديد أماكن حفر الآبار في المغرب. أنتم كتشوفوا كاين واحد الضياع إلهية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنتم الخير الخير كيضيع لا مال ما كاينش، شوف اللحى قداش مازال في القطيب ديالها، وشوف تبارك الله ها هي خاسرة. أنتم 30 كيلو تمام ما كاينش، داير 10 ريال دابا باش كيبيع الفلاح الكيلو، هو مقيوم عليه تقريبا ب 2 دراهم وكيبيع ب 10 ريال. والله العظيم انتم كتشوفوا ليا كان خسر صافي، فات النيفو ديالها في الطياب صافي، ولات كتخسر من بعد ما عمرات ولات كتخوى من الداخله. شوف تبارك الله الدلاح هنا 30 كيلو للفوق، والله العظيم الا هادي نصيحة للفلاحة، الفلاح في المنطقة ديال سوس ما خصش الانسان يديرو. علاش؟ لان جميع المدن المغرب كتلقى في واحد السوق يوجد عندهم الفلاح في واحد الشهر، النصف خمسة كلشي كيوجد فيه الفلاح. علاش غادي ندير علاش غادي يديروا كامل الناس الفلاح؟ اللي دار الفلاح شي يدير القرعة شي يدير هادو باش من عندهم دابا قوة، هادشي كيدي قوة الماء. والله العظيم الفلاح راه مشى له الماء، حتى هو الفلاح كان مشى ليه الماء، كنقص عنده الماء في البيت وبلاد ما كيضيع وصافي، ما كيشد لا فلوس لا والو، الخساره تبع اخذ. هانتوما كتشوفوا يلاه دابا الفلاح كياخذ لك 3 المليون في الهكتار، 3 المليون ونص، ها هو دابا كتبيعو انت بمليون ونص الهكتار، ماشي الهلاك هذاك. والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. الله عز وجل التوفيق لنا ولجميع الفلاحة ولجميع أمة المسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله. تحياتي لكم أحبتي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنتم خيرا خيرا.